بونجور امي عزيز، وحشتكم كيفاش دايرين؟ شوفوا انا باغي ندير البريك، انا هنا وايمان قالت لي ديري لي البريك ماشي البولات اللي تجي فيه الحبه تاع البيض، يبقى تبعوا معايا اللي بغات تعلموا. والله راني عيانه وجات نوضتني، جابت لي هديه قالت لك ديري هذه في ثاني لي بات سو فرماج. دوك نكملوا ونوريكم. نشدوا البصله قطعوا البصل نخدموا بلا ميوزيك. شوفوا هاد الشباب لي بريك، شوفوا هاد لي بريك. قطعين البصل كثير جدا جبنا الدنيا. عندكم حبة بصل وتخوطوا منها اون بواط تاع طون اللي خصكوها من داك الزيت، وتخوطوا بالبصلة وتقطعوا الزيتون فوالا الاخضر قطعوا معاهم هذا خمس حبات ولا ستة تشلوهم وتقطعوهم صغار. بون نخلطوا هكذا ديك البصلة مع داك الطون مع الزيتون، نديرو شوية ملح غير شوية باسكو الطون مالح والزيتون مالح، شوية بوافر نواغ الفلفل الكحل. إلا حبيت دير معدنوس ديرها، تقدري ديري شوية تاع المعدنوس فوالا هكذا. عافية تشدو لهاذي ورقة ديولة حبة تاع الديول ديرها. شوية من الخليط ديري في الوسط هكذا، شدي أول حاجة باش شوفي الفرماج فينا اللي ماشي عارفو فوالا، شدي الفرماج غافي دوري كاع فوق هداك الطون لاخر، زيدي ديري أن توب شغل دويرة هكذا صفرا. إيما شابين فيني؟ مفكرة ما تصور فوالا شغلت هكذا مدورة، وأنا جبت الزيت سخون بعد شدي الحبة تاع البيض، كسري الحبة تاع البيض ديريها في الوسط وتغلطي هكذا بالزربة هكذا كي الحبة تاع المسمن، وكي تحبي تحطيها فوق في الزيت تقلبيها هكذا. ما عرفتش كيفاش نفيلميوكم باش نوريكم. شوفوا من بعد تديروها في الزيت تبقاو ديروها هكذا ترمي فوق منها وهي سي بون فلام هكذا. اللي تتوحم تسمح لي وخليها حتى تطيب بيها وتشد روحها باش تقلبيها صافا. هذه هي البنات دوك نوريكم كي نكمل. بون ابيتي بيبي، انا عندكم بون ابيتي بيبي. هو البوراك اللي درتو هذا هو خرج يهبل. المهم تعرفي كيفاش تدوري طفي تشدي في يدك. هنقدر درت عليه شويه تاع الفخوماج ثاني غافي من فوق جاي يهبل. اللي حبيت ندير القارص ثاني تعصر عليه القارص. وهادو سي دي بات كات خوماج للدراري الصغار، جابتهم ايمان الدراري باش نعشاو بيهم. وهذه هي البنات نموت عليكم، اللي ما فهمتش كاش حاجه تقول لي وانا نجاوبها في الكومونتير. ميرسي بوكو وسمحوا لي بزاف بزاف بزاف، اللي راهي توحم ولا اللي تشهت تسمح لي الله يخليكم. المهم هذا هو البلوك تاعنا البنات، ان شاء الله يكون عجبكم يا ربي. زوين بزاف جاك شبارك مال واه يا رب. البنات سمحوا لي البنات الا بغيتوا ربي سمحوا لي اللي راهي توحم ولا اللي شافت. شوفوا ديروا ساهل فيها غير فرماج وطا والزيتون بلا ما تدعوا عليا وتقولوا لي الله يعطيك السم ولا شي حاجه، انا غير وريت لكم. هذه هي ان شاء الله يكون عجبكم. بصحه وراحه وبونوي البنات وتهلاو في رواحكم. باي 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 باي.